الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط في الحضارتين، وطبيعة طنجة الثقافية حاضنة التعدد وحاضنة كل مبادرات السلم والسلام عبر التاريخ. كانت مكان اجتماع نخب المثقفين والمفكرين في القرن الماضي. مدينة طنجة هي لحظة رائعة ليس لعشاق البحر ولعشاق الحرية، ولكن أيضا لعشاق البيئة. إذا الاختيار دول البحر الأبيض المتوسط لتنظيم النسخة الثانية لهذا المؤتمر في المغرب في مدينة طنجة بالضبط لم يكن اختيارا اعتباطيا، لكن كان اختيار يتحكمه هذه الهواجس، ولكن أيضا هذه الفضاءات الكتيبة. إذن فالاستعداد اليوم قلنا أنه بأنه انتهى.